السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ هنا صحه الحاله. بس نتمنى يا ربي يصيبكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم معكم فيديو جديد. الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وديروا لايك. غنبدا معكم بسم الله على بركه الله. اليوم غنحضر معكم واحد الحلوه ديال لاكريم. غنبداو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، عندنا أربعة البيضات، عندنا واحد كاس ديال السنيدة ديال العنبة، عندنا كاس صغير ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت، عندنا كاس ديال الحليب، عندنا كاس ونص ديال الفورص، عندنا واحد الشاشي ديال الفاني، واحد ديال الخميرة، عندنا واحد المعلقة ديال القشور ديال الليمون. غنبداو بسم الله، نوضع واحد الإناء غندير فيه البيض، غنطرب هاد البيض مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو، نطرب فيه حتى يتضاعف الحجم ديالو ويولي الشكل ديالو بيض. غنضيف هاداك الكاس ديال السنيدة وديك البانكا وغنبقى نطرب فيهم حتى يطربو مزيان. غنطرف فيه مزيان كما تتشوفوا معايا الشكل ديال البيض كيولا تيتضاعف الحجم ديالو تيولي خاطر وبيض. عاش، غنحبسو من الطراب وغنضيفو المقادير الاخرى. غنضيف هداك نص كاس ديال الزيت صغير، ماشي كاس العنبة، غير كاس ديال الاتاي. غنضيف القشور ديال الليمون، ويكم تجي القوام ديال هاد البيض تيجي بهاد الطريقه هادي. بقاو طربوا فيه حتى تيختار. غنضيف هذاك الكاس ديال الحليب صافي، وغنطرب غنبقى نطرب فيه. عاش، غنضيف الطحين تيطرب مزيان. وصدقوني راه هاد العجينة ديال الجينواز راه تجي رطبة وتجي هشيشة وتدوب في الفم. ملي تبداو تاكلو فيها تدوب في الفم وتجي بنينة بداك القشور ديال الليمون، تعطيها واحد المذاق زوين. دابا غنبداو نضيفو في الطحين. بسم الله، نضيف هداك الكاس ديال الطحين. الطحين يكون مغربل ومعاود باش تجي هاد الجينواز تجي خفيفة وتجي زوينة. نغربلوه ونعاودوه. غنضيف نص كاس ديال الاخر، عندنا كاس ونص ديال الفورص، نطربو مزيان. دابا غنضيف هذوك الخميرة، والقوام ديال الخليط يجي على الطريقة هذه. دابا غنوضعو في واحد الطاوة اللي غتدخل الفران، وغندخلها للفران حتى تطيب، وغنخرجها نقسمها على جوج. غندير انا الحلوى فيها جوج طبقات.
من بعد ما دخلت هذوك جينواز الفران، دابا غندوزو نحضرو السيرو باش غنسقيوها. هذيك الليمونه اللي كنا حكينا غنهيكي اللي غنحضر بها السيرو. عندنا الليمون، واحد الكاس ديال الماء، نص كاس ديال السنيده، وغنضيف هادشي كلشي فوق البوطه حتى يولي سيرو، وغندوزو باش نحضرو الكريمه. دابا غنحضر معاكم لا كريم، هذه هي لا كريم اللي تنستعمل انا. عندنا باكيه ديال لا كريم، وعندي هذاك الحليب، عندي هنا كاس ديال الحليب، غندير كاس ونص داك الحليب اللي غيتشيط عليكم من جينواز، غضيفوه كامل في هاد لا كريم هذه. السيترو ديال الحليب غديروا عليه كاس في الجينواز، وغيبقى لكم كاس ونص غديفوه هنا. غنسم انا في واحد البانيه صافي، وغنطرب الكل، يكون الحليب بارد باش تطلع لكم كريمه زوينه. نطرب هاد الكريمه مزيان حتى تطلع، وغنتلاقى معاكم. من بعد ما طلعت الكريمه تجي على الطريقه هذه، خاص الحليب يكون بارد بزاف، يكون بارد مزيان باش تطلع لكم كريمه بالزربه وما تتعطش وتجي زوينه. دابا غندير هذه الكريمه في الثلاجه، وغندوزو باش نحضروا الجينواز. هذا الجينواز ديالنا قطعته على جوج طروفه، بقاش غندير غير الحلوه فيها غير جوج طبقات، راه تجي زوينه وخفيفه. وانتوما اللي بغيتو ديروا ثلاثه طبقات ولا تضاعفوا المقادير تضوبلوهم. غنسقيو هاد الجينواز مزيان بهاد السيرو اللي حضرنا ديال الليمون، نسقيوها بهاد الطريقه تتسقيوها مزيان. وهنا راه الكوشه ديال لاكريم، تندير كوشه رقيقه ما تنديرش كوشه غليظه، وندهنها الوجه ديالها كامله بهاد لاكريم، ما تنكترش لاكريم بزاف باش ما تجيش تدهن. دير كوشه رقيقه، وندهن الوجه كامل بلا كريم، وغنرجع باش نحط الطبقه الثانيه. دهنت الوجه دابا مزيان، غنحط الطبقه الثانيه ديال الجينواز. من بعد ما حطيت الطبقه الثانيه غنسقيها حتى هي مزيان. سقيوها بهاد السيرو مزيان، وغندهنوها حتى هي، نحطو حتى هي عليها لاكريم، وندهنوها. انا تندير كوشه رقيقه ديال لاكريم، ما تنكترش بزاف باش ملي تكونوا تاكلوا فيها ما تكامكمش، وتجي زوينه وخفيفه. غندهنها مزيان بهاد لاكريم، تنغطي الوجه ديالها كامل، نقاد الاطراف. انا راه خدامه غير بمعلقه، تنخدم غير بمعلقه وموس باش ما نصعبش عليكم الامور. ديروا داكشي اللي عندكم في الدار. بالنسبه للكريم راه درت خليتها بيضه، كنت نسحب بقى عندي واحد المولوكين ديال الفريز ساعه مسته ما بقاش عندي. من بعد ما ملست الوجه
غنبدا ندير شريطات بهذا الموس هذا ديال المنشار بحال هكا بهذا الشكل هذا صافي. ودابا غندير واحد السينتة من الجناب ديال لاكريم. ملي ما صدتش الملوكين ديال الفريز ما بقاش عندي صافي، استعملت داكشي اللي عندي في الدار، درت غير كريمه بيضه وشديت واحد شويه، درت زدت عليه الكاكاو مسوس وخلطته مزيان هكا باش غنزكن هاد الحلوه. هكا غندكوز هاد السينتا من الجناب، سينتا بيضه، وغندير وريدات بيضين في الجناب، وعاش غندير وريدات بالكاكاو في الوسط. عندي وريدات بالطريقة هادي، الزواق راه تيبقى ساهل وبسيط، ماشي شي حاجة صعيبة ولا شي حاجة معقدة، باش تفرحوا وليداتكم وصافي. غنزين انا بالطريقه هذه، وغنزين ب سميتو واحد شويه ديال فيرميسي حبيبات ملون، وغندير واحد الكيويه حتى هي كانت عندي، غنقطعها وغنزين بها في الوسط، وانتم غتشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الحلوه كتيجي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه، تيجي على الطريقه هذه، تنديرو غير وريدات وزواق بسيط، وتنزوق بداك الكيوي، وغنقطع معكم واحد الطرف تشوفوا كي تجي. تندير انا جوج طبقات فهاد الحلوه هذه، درت غير جوج طبقات وما فيهاش لا كريم بزاف من الوسط، غتجي خفيفه. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا باشتراك وتبارطاجيو مع الأحباب والأصدقاء، وديروا لقى واحد اللايك. قطع معكم واحد الطرف، هذا هو الشكل ديال الحلوة، تيجي على الطريقة هذه، وصدقوني راه تجي زوينة وتذوب في الفم. وعرفقوا هاد الحلوه هادي بواحد العصير ديال الحامض. فرجه ممتعه، الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.